مكتوب في على الانترنت انه الفنانه لبلبه مثلت 51 فيلم. كذابين. انا عامله 93 فيلم ولسه في فيلمين يعني لسه هيكملوا. كذابين صدقوهمش. على فكره مش اي كلام بيتكتب في الـ في الـ في الحتت دي بيبقى مظبوط. يعني انا دلوقتي بستغرب الجداد الفنانين الجداد بيهتموا جدا جدا بالسوشيال ميديا. خليهم يهتموا، هم فرحانين بنفسهم انهم عملوا حاجه جديده وحلوه وبيعملوا حاجات في على الانترنت وحاجات كده. المهم مش ده، المهم ايه اللي هيقدمه الفنان ده وازاي هيستمر. هل هو هيستمر ولا هيجي عند حته ويقف؟ اصعب حاجه في شغلتنا الفن الاستمراريه. انا بنقي ايه الدور اللي انا جديد عليا احب اعمله، احب الناس تشوفني في حاجه مختلفه، ما تشوفنيش مثلا، ما انطبعش في ذهن الناس. يعني انا جيت في الشيطان التي احبتني فجاه مع ان فيلم شربات والناس بتحبه قوي قوي. قلت لا انا لازم اغير. فحتى ماما يعني استغربت، قالت حد ضايقك في حاجه؟ في حاجه حصلت؟ قلت لا انا ابتديت اكبر وانا لازم اغير ادواري. مع ان ما كنتش 40 سنه، ما جيتش 40 سنه حتى، وماما قالت لي شكلك صغير ممكن تكملي. قلت لها لا، الناس عشان اعيش وعمري الفني يطول لازم اعمل شكل جديد في ادائي.